كواكب من التثليثات والتربيعات. طبعا سنة 2011 تفرق فرق كبير عن 2010. في هذه السنة راح نشهد ظواهر متعددة، إضافة إلى 4 كسوفات للشمس وخسوفين للقمر. أهم التأثيرات الفلكية لهذه السنة راح تكون عندنا 6 تأثيرات فلكية واضحة جدا. الأولى راح يكون من تراجع كوكب الساتورن زحل وتربيعه مع بلوتون في 10 من شهر فبراير. الحدث الفلكي الآخر واللي هو حدث جدا مهم راح يكون بقران كوكبي أورانوس مع كوكب جوبيتر في برج الحمل الناري في منتصف الشهر الثالث في شهر آذار مارس. الحدث الرابع راح يكون من التربيع اللي راح يحدث ما بين كوكب بلوتون مع كوكبي أورانوس والمشتري أو جوبيتر في 20 من شهر آذار مارس 2011. الحدث الآخر راح يكون من تصادم طاقة كوكبي ساتورن مع كوكب جوبيتر في 20 من شهر سبتمبر. حدث آخر راح يكون من تثليث كوكب نبتون مع جوبيتر في 10 من أكتوبر. إضافة إلى حدث أخير راح يكون بتاريخ 24 سبتمبر من تثليث كوكبي ساتورن وبلوتون. 4 كسوفات للشمس راح تكون بالتواريخ التالية: في 4 من يناير، الكسوف الثاني راح يكون في 1 من شهر حزيران أو يونيو، في الكسوف الثالث راح يكون في 1 من شهر تموز يوليو، والكسوف الرابع راح يكون في شهر 25 أو في 25 من شهر نوفمبر. إضافة طبعا إلى خسوفين للقمر راح تكون في 15 حزيران يونيو وفي 10 من شهر ديسمبر. بالنسبة للأبراج لهذه السنة، أبتدأ ببرج الحمل الناري، طبعا راح تكون عند الحظوظ الأكبر. قبل كل شيء أريد أن أضيف نوع من التصور لهذه السنة بالنسبة للأبراج. السنة الماضية أقدر أقول برج معظم الأبراج كانت جيدة نوعا ما، باستثناء برج الميزان اللي كان يعاني من بعض المتاعب الحقيقة بسبب وجود كوكب ساتورن فيه. هذه السنة راح نجد تقريبا 3 إلى 4 أبراج راح تعاني المتاعب، في حين أنه نجد بأن الأبراج النارية بشكل عام راح تكون أبراج موفقة وراح تحصل على مبتغاها بشكل سهل هذه السنة، وعندها فرص كثيرة ونجاحات أيضا جيدة. إضافة إلى الأبراج الهوائية أيضا، طبعا وعدنا برجين مائية راح تكون عندهم أيضا عطاءات جيدة كالسرطان والحوت. أبتدأ بأفضلية الأبراج لهذا العام، طبعا راح يكون أفضل برج لهذا العام هو برج الحمل، وكوكب كوكب جوبيتر راح يدخل إلى برج الحمل في نهاية شهر يناير، راح ينطي الطاقة كاملة إلى الشهر فبراير من العام المقبل، يعني من عام 2012. يلي الحمل بالحظوظ طبعا الأسد والجوزاء، ثم القوس، أيضا عنده حظوظ والسرطان والدلو. مفاجآت راح تنتظر الحوت بالأخص على الجانب المالي، وراح تخف الضغوطات عن مولد برج الميزان في الشهر الأخيرة من العام بشكل فعلي وواضح جدا. ابتدى اول شيء في مولد برج الحمل، راح الحمل في هذه السنه تكون عنده مفاجآت وتغييرات رائعه على الجانب الايجابي، عنده فرص سهله ونجاحات متحققه اذا احسن استغلالها. قد يشعر في بعض الارهاقات الفكريه يعني، لكن بشكل عام هي هذه السنه راح تكون سنه جيده، باعتبار ان كوكب الحظ جوبيتر راح يكون موجود عند مولد برج الحمل، بالأخص طبعا مولد برج الحمل المولودين في 10 الابتدائية والعشرة الوسطية، يعني هؤلاء راح يكون عندهم حظوظ أكبر من مولد 10 الأخيرة من مولد برج الحمل.
عند أخبار سارة وجميلة جدا بالأخص في سبتمبر ديسمبر عفوا. طبعا في شهر فبراير راح تكون أيضا عند التفاتة عاطفية جيدة وموفقة. برج الحمل بشكل عام هذه السنة عليه أن يستغل الفرص اللي تأتي وعليه أن يدخل بأي مجازفة. هذه السنة هي سنة الحظ بالنسبة له. بالنسبة إلى مولد برج الثور هذه السنة يعني سيدخل عش الزوجية إذا لم يكن متزوجا، أما إذا كان متزوج فبالإمكان أن يعزز العلاقات، تتعزز العلاقات العاطفية، أو قد يحدث انفصال. يعني كوكب عطارد والزهرة استثنائيا في الثور يمدوا بالطاقة العاطفية بشكل كبير جدا، لكن هذه الطاقة العاطفية ممكن أن تتفسر تفسيرين إيجابي وسلبي في نفس الوقت. ما أقدر أقول برج الثور هذه السنة من أفضل الأبراج، من أفضل يعني السنة مناسبة بالنسبة له، عنده فرص معينة، لكن السنة الماضية بطبيعة الحال كانت أفضل بالنسبة له مولد برج الثور. عنده فرص معينة في أوقات معينة من هذه السنة عليه استغلالها. الأفضل عليه استغلال هذه الفرص. طبعا بالنسبة للجوزاء هذه السنة سنة يعني جيدة جدا، نجاحات ممتازة بالأخص على الجانب المهني. الجوزاء معرض لأن يتعرف على معارف جدد، هؤلاء راح يكون لهم عندهم فرصة معينة ممكن أني أو ممكن يوفرون لمولد برج الجوزاء فرص ونجاحات جيدة. هذه السنة بامتياز إلى الجوزاء بالجانب المهني بالأخص، وبالجانب العلاقات، تقوية العلاقات مع الآخرين. على الجوزاء أن يستغل الفرص الجيدة بالنسبة له بالأخص في أشهر يونيو ويوليو. قد يكون هنالك شهر يناير قد يواجه برج الجوزاء بعض المتاعب، وهي حالة جدا اعتيادية بالنسبة إلى مولد برج الجوزاء في يناير وديسمبر أيضا. بالنسبة إلى مولد برج السرطان، طبعا السرطان كبرج مائي يتأثر تأثير سلبي، لكن هذه السنة استثنائي راح يكون إيجابي بالنسبة للسرطان. عنده نجاحات قانونية، الأشخاص اللي عندهم مشاكل على الجانب القانوني، محاكم، مولد برج السرطان هذه السنة سينتصر بمعظم قضاياها القانونية. إضافة إلى الأشخاص اللي يسألون عن إقامات مثلا في دول معينة، إذا كانوا من مولد برج السرطان هذه السنة راح تكون سنة سلسة وجيدة وجميلة بالنسبة لهم على الجانب القانوني. بالنسبة إلى مولود برج الأسد في هذه السنة عنده أسفار وتنقلات، لكن على العكس من السنتين الماضية. الأسد بالمناسبة من سنتين أو ثلاث سنوات ماضية أقدر أقول كان يعاني من متاعب معينة على البرج البابلي، لكن هذه السنة الأسد وفق البرج البابلي مؤشر الطالع يرتفع عنده بشكل جيد جدا، عنده نجاحات مضمونة وتغييرات إيجابية على صعيد السفر، تغيير المكان. طبعا تغيير المكان أو السفر قد يكون لغرض الزواج أو قد يكون لغرض عمل أو قد يكون لغرض معين، لكن هذه السنة راح يكون إيجابي بالنسبة لمولد برج الأسد. كوكب جوبيتر دخوله في برج الحمل الناري راح ينطي طاقة جيدة إلى مولد برج الأسد. ممكن يكون في شهر الحقيقة في شهر يعني شهر آذار مارس قد يشعر بالتذمر، قد يشعر ببعض المتاعب، لكن هذه الفترة راح تنتهي. وضعيته بشكل عام راح تكون أفضل في أقدر أقول في معظم أشهر السنة، بالأخص في فبراير راح تكون عنده التفاتة عاطفية جيدة وموفقة. بالنسبة لمولد برج العذراء هذه السنة العذراء يعني السنة الماضية كانت أفضل، لكن في نفس الوقت هي ليست سيئة إلى درجة كبيرة. هذه السنة عنده في أشهر متناوبة، يعني عنده شهر تكون مؤشرات الطالع والحظ مرتفع، في الشهر اللي يلي نشوف مؤشر الطالع ينخفض عنده. العذراء هذه السنة أنا الحقيقة أحذر من المقربين، علي أن يحذر من المقربين من حوله، لأنه
قد يكون هو في عرضة إلى مؤامرات أو دسائس.